ربك محمود. تستيت انا انا اخويا الخير موش هذا السلعه كاينه ديال الحسيمه كاينه هيت بعمران كاينه الشماليه والصندوق راه داير 300 درهم 400 على حسب السلعه وصافي التسقاط راه كاينه درهم جوج درهم 60 بحال هذا الخير اللي كتشوف فيه راه 40 ريال جوج درهم شويه لا شويه بخير الحمد لله دابا مع الدواء البلاصه اللي مداويه هي اللي باقا فهمتي البلاصه اللي مداويه هي اللي مازال لا بخير الحمد لله الله يجعل البركه الحمد لله الناس راه غاديين قهرهم العيد وقهرهم شحال من حاجه المهم راه غاديين دقه دقه مازال ترخص ان شاء الله واحد 3 سنين ولا شنو غادي تولي موجوده لا سخر الله راه دابا زارعين دابا عندي قليله على الطلب كثير داكشي علاش غالي السلعه مرة بحال هادي تنبيعها ب 10 درهم دابا السلعه باقا غاليه وكان لا كاينه ديال الرحامله وكاينه العمرانيه وكاينه ديال سميتو ديال الرحامله والعمرانيه وكاينه الشماليه ديال الحسيمه حيت كانوا كيقولوا داك المرض كاين وهادي وهادي ديك الاشاعات دابا ولا قليل فهمتي دابا ولاو زرعوا هادي غادي يوجد واحد 3 سنين ان شاء الله بحال هكا وكانت الرحامله معروفه ايت بعمران هادو معروفين هادو مال الكرموسي فيهم ويا كل بلاد فيها الكرموسي ولكن هادو مال المصري معروفين راه لقاو الدواء ديالو لقاو دابا راه كون ما كاينش الدواء ديالو راه ما تلقاش هاد الشيء دابا راه داووه كاين الدواء ديالو راه تيداو البلاصه اللي مداويه دابا راه باقا واللي ما مداويهش راه ما كاينش السلعه قليله ما كايناش والضغط كاين بزاف كاين طلب على السلعه هو هادشي اللي كاين السوق كيغلى وكاينه السلعه موجوده عاد لقى السلعه رخيصه دابا السلعه قليله وحريفيه كثار الضغط عليها بزاف